ضربة عودة وغير نعرف شنو اللي صار. مغامرة إيهاب على أرضية ميدانا، التحضير كان فكرة واحدة وخيار واحد، الدخول بقوة ثم التسجيل والانتصار. نعرف كونه مهمة صعيبة علينا نحن حتى على الأهلي المصري، لكن ماهيش مستحيلة. الفريق الأهلي المصري في شهر مارس لعب مقابلات قبل 3-0 ضد المصري، قبل في مقابلات خارج ميدان 5. احنا الثلاثة مقابلات الأخيرة لعبناهم على أرضية ميداننا في الشامبيونز ليج، الفريق بتاعنا سجل 10 أهداف. الفريق قادر باش يسجل هدفين وأكثر. الرجاء فكرة واحدة باش ندخلوا قوة بصلبة كبيرة مع الجمهور بتاعنا، وخاصة اللي كانوا الشوط الأولاني اللي كان في مقابلة الذهاب كان محترم ومحترم جدا، نعاودوا مع أكثر إفيكاسيتي وأكثر إصرار وأكثر سوتو نجاح القدام. نصور اللاعبين الرجاء قادرين على الشيء هذا، مع جمهور باش يعطي إضافة كبيرة، الناس كل مستعدين، حالة استنفار قصوى ضد الفاسون باش ندخلوا أون فورس الانتصار ولا غير الانتصار بحول الله. أكيد اللي كانوا في التحضيرات قراوا حساب المراكز الكل، طريقة اللعب، شكون باش يلعب على اليمين، شكون باش يلعب على اليسار، اللاعبين يعرفوا الأدوار بتاعهم، لكن المقابلة طويلة، في لاعبين ينجم يبداوا المقابلة ويقوموا بالدور بتاعهم، واللاعبين اللي يدخلوا يكونوا حاسمين أكثر. فما العديد من المقابلات اللي لعبتهم الرجاء، 30 دقيقة الأخرانية هي اللي كانت حاسمة على مستوى النتيجة، على مستوى تطور الأداء وكمان أون فورس. إذا باش نلعبوا ب10 لاعبين وحارس، مانيش باش نجموا نعملوا فارق. إذا نلعبوا 15 لاعب و16 لاعب والأربع خمسة لاعبين اللي ما يشاركوش مع المجموعة بقلبهم وبالنصائح نتاعهم وبالإضافة نتاعهم، ديما تكون عندنا شانس. في بعض الأحيان مهم الفريق اللي باش يبدا باش يعطي الإضافة، وأهم منه الناس اللي باش تدخل فريمون باش تعطي أن بلوس، خاطر هما يراو في الماتش، يشوفوا في ليزادفرسير ديريكت، يشوفوا في الاسباس، يدخلوا يلقاو اكثر مساحات. هنا مطالبين باش يعاونوا اصحابهم ويكملوا الخدمه اللي خدموها اصحابهم. دونك هنا ديما نعاود نرجع للاهم شيء هي اضافه المجموعه. الماتش طويل، فيه كل شيء، فيه العديد من المباريات. صحيح الجزئيات في الاخر تنجم تعمل فارق، مطالبين عم باش نحطوه من صالحنا. جزئيات عديده وعديده جدا، دفاعيه وهجوميه. أنا في التحضير، لكن مش ندخل في الديتاي تاع المقابلة. خيار واحد بالنسبة لي نحن، معنا كان خيار واحد، بتطر الأهلي ينجموا يستحفظوا، ينجموا يطلعوا، ينجموا يجريوا، ما يعنى فكرة واحدة، خيار واحد، فولونتي واحدة، قوة واحدة، الناس كل داخلين باش نسجلوا مثل الأسبقية، وصرتوا نعرفوا وين الأهلي قبل، لقى صعوبات ولقى وضعية صعيبة. دونك عفوا نقولوا الناس كل مع بعضنا ندخلوا باللي زاتهم تاعنا، وحتى في الشوط الاولاني عملوه اللاعبين في مصر، وهذه كانت الاصندو عن نحن، الفرص الاولانيه عن نحن. ما ادراك اللي كانوا نلعبوا على ارضيه ميداننا مع الدفع الكبير نتاع الجماهير، مع الفولونتي الرفيع عند الملاعبيه في التحضير هذا الكل. نتوكل على ربي، وفما كان خيار واحد الانتصار والتاهل ان شاء الله. كل واحد عنده تحليل ويشوف الاشياء ديما بعد المقابله، لكن قبل المقابله فما عده قرارات اللي الطرفين ناخذوهم مبنيين على المعطيات اللي موجودين. في مقابله اكادير لعبنا 120 دقيقه ما كناش محظوظين، خسرنا 3 لاعبين، خسرنا مكعازي فراكتور في يده، خسرنا بداوي، خسرنا اسماعيل مع 10 دقائق الاولانيين. هذوما وضعيات تعدلوا بهم الفريق الكل، مطالبين باش نوجدوا الحلول. اللاعبين اللي دخلوا ديما نقولوا الشوط الاولاني ما قصروش، كان نقص كالفاعليه، كان نقص كالفاكتور شونس، كان نقص كالريوسيت في الزوز كور ولا 3 كور اللي جانا، ساشون كو نعرفوا عايشين لو نيفو عندنا مده، نعرفوا وقت تبدا منافسات في مستوى متقارب تتلعب على جزء صغيره، لازم تكون عندك الريوسيت في الفاز اوفنسيف، تبدا فما ريغور كبيره في الفاز ديفنسيف. ما نجمش نرجع الماتش تاع الليل، غروسو مودو اللاعبين اللي بداوا عملوا المجهودات نتاعهم، والتوفيق يحضر وغير. الناس اللي دخلت زاد الناس اشتهدت، ما نضروا الريزلتات نعرفوها كيف مشات على روحه. ماتش تعدى الليل، مازال ماتش رتور.
اونفر تو دو تيل فاسون باش نحطوا لي زاتور كل صراحنا باش نجموا نوصلوا الهدف نتاعنا بحول الله. المقابلات اللي ذكرتها بكل صحيح ما سجلناش، لكن اقل شيء في كل مقابله كان فما اربع خمسه اوبورتونيتي نجموا نترجموا مقابله اخرى. دوما سي سا ان اوتر ماتش، باش تشوفوا لاعبين اخرين، باش تشوفوا انفي كبيره، باش تشوفوا فولونتي، باش تشوفوا ان جو فار لافون، اغريسيفيتي، باش تشوفوا ناس مامنين 100% دو تيل فاسون اللي فما امكانيه باش نترشح. والايمان الكبير يولي كل لاعب تقول تتعوض خمسة لاعبين، وهنا هي العقلية وقدرة السميع العليم، قدرة السميع العليم نوصل للهدف نتاعنا. نفس التوجه يعني ديما الأسئلة أومي لاكسون سورتو على التشويش على الفريق. احنا مش نتاعو في البياجيل، احنا مركزين على المقابلة، مركزين على المردود نتاعنا، لاعبين كل متجندين، مجموعة كل متجندين باش يقوموا بالواجب. دونك هذا هو التفكير اللي فانا توجه ماشي. نقطة قوت الرجاء الجمهور، قاعد يكون في الواجب واكثر من الواجب، كان ديما موجود ودافع مع اللاعبين، عطي فيهم في طاقة كبيرة في النقاط الصعيبة. إسرائيل دوما هو ان شاء الله يا ربي، يخرجوا رؤوسهم مرفوعة وفخورين باللاعبين وفخورين بالنتيجة وترشح ان شاء الله.